كفيضان. حلت آثار المنخفض الجوي على منزل هذا المواطن وغيره شمال القطاع. فها هو يبذل جهده بإزاحة ما خلفه المطر من أضرار بعدما غمرت أرجاء المنزل بالماء، ومع فقره فوحده من سيتحمل عناء وتكاليف ترميم منزله بعد الغرق. محدش مدور علينا، لا شرطة ولا دفاع مدني ولا وكالة ولا أي حدا، والبركة كمان مسيبينها وفيش ضخ على البركة الثانية، البركة كمان طفت علينا وخشت للمية من الباب ومن الحيطان ومن تحت البلاط، وأنا تدمرت وعفش تدمر. الشوارع كذلك اكتست بالماء بعد منخفض جوي ليوم واحد فقط، أمر أوعزته البلدية لكميات المطر الغزيرة التي تلقاها القطاع ليلة المنخفض، رغم ما بذلته طواقمها من جهد في تنظيف مصارف الأمطار والخطوط المؤدية للبرك. قدرة المصارف والخطوط على تصريف اللي هي سقوط الأمطار الكبير في زمن قياسي صغير تحتاج إلى وقت لتصريفها، وهذا اللي هي موجود في كل دول العالم. طفح الماء في الطرقات عن اللازم، فتحولت لبركة طفى على سطحها ما تسرب من المنازل من أمتعة، ما راكم في نفوس المواطنين حنقا بقدر حاجتهم لحل جذري لتلك المأساة المتكررة. تبرير الغلط ممنوع في شغلة احنا بنغرق، احنا ناس غلابة، معسكر غلابة، وما حدش متطلع بيسجلوا. سمعت الأحرامات، بدناش أحرام. مرة غرقنا جابولنا ربطة خبز، بدناش ربطة خبز، بدنا حل جذري للمشكلة اللي احنا فيها وبنية تحتية صح. فالمواطنون حملوا رسالة واضحة للمسؤولين أن أصلحوا من البنية التحتية للقطاع كي لا يكون المطر نقمة على مواطنيه. مصحوباً بكثير من الخوف يطل مشهد هطول المطر على أحياء غزة الفقيرة، متسللاً نحو منازلهم البسيطة ليسلبهم أمن المأوى في معاناة تتكرر كل شتاء. روان الصوراني، الغد، غزة، فلسطين.